الجمل حاضر مع المتهم الأول والمتهم الثاني. الأول والكم؟ الأول والثاني. والثاني. ماشي. اتفضل يا دكتور. يعني أنا بطلب طلبين صغيرين، الطلب الأول هو التأجيل حتى يعني نطلع على كل الأوراق وناخذ فرصة لإعداد نفسنا. الطلب الثاني برضه بسيط، بتوجه إلى حضراتكم من خلالكم للنيابة العامة. يعني أنا بقول يا ريت الجلسة الجاية إن شاء الله النيابة العامة تقول لنا أركان التجريم زي ما علمتوها لنا في أحكامكم، وزي الجماعة بتوع الجناية بيقولوا لنا عليها، أو في كذا واحد من أساتذة الجناية موجودين. فعل وقصد ونص. فين الفعل وفين القصد وفين النص بالنسبة للمتهم الأول والثاني؟ يعني زملائنا الإكرام، وأنا سعيد لأنه بدأت حياتي في هذا المكان قبل ما أروح الجامعة، وعايز أعرف الفعل والقصد والنص اللي بينسب إلى أيمن أحمد فتحي حسين وأحمد فتحي حسين، بدل الكراسة الكبيرة اللي قروها لنا يقولوا لنا فين الفعل اللي أنا ارتكبته وعلى القصد بتاعي والنص اللي بيجرمني. من خلالكم أنا بتوجه للنيابة العامة بهذا وبطلب التأجيل، وحسيب حسنين يكمل زميلي